السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أحط الشراقة هاي، أبو خلينا أحطه خلاص، إذا نويت على الخير يساوي. المهم صراحة يعني طبعا تعرفوا أنتوا أنا ما بولع النار، بحط بريق هالشاي ولا بدي أعمل لي أكلة خفيفة ولا إشي، لازم يكون فيه شوية حكي يعني مرافق للمسألة. آخ يا قلبي، هاي لايقة، هاي شبكة ناعمة، شغل مهمات دقيقة. شغل مهمات دقيقة، هاي مهمات مطابشة وهاي مهمات دقيقة. أنا بقول عبين ما يجمرن، لأن مش راح أحط الدجاج عليهم هيك، أكسب من الوضع هون، بخلي بريق الشاي يرتب هون هيك. شوف لي هالبريق، هو مكيف ومبسوط. المهم يا شباب صراحة يعني أنا بطلع فيديوهات وبحكي عن شغلات كويسة، كيف الواحد يكون أمين، كيف الواحد يكون صادق. ومرة قلت عن حالي إني أنا فاسد ومقصر، بيجيلي بعض الأحبة الكرام ما بدريش يعني عن طيب نية ولا عن يعني سؤال استنكاري أو إشي ثاني ما بعرف، أنا بفترض إنه طيب نية، بقول لك طيب أنت بتصلي الفجر أصلا أو بتصلي الصلاة على وقتها؟ يا عم الواحد أنا بقول عن نفسي دائما مقصر، الحمد لله بصلي، بس علاقتي مع ربي بيني وبين رب العالمين، وأنا عندي كثير الذنوب وكثير الأخطاء. بس مش شرط أقول لك يعني شو الأشياء الكويسة اللي أنا بسويها أو شو الأشياء أو الذنوب اللي أنا بقترفها، الإنسان بستر على نفسه وبستر على غيره. أنا قلت من شعري: تحوطني الذنوب لهيب نار، ونار الصدر من بعض العقاب، وذنبي أنني من بعد ذنبي أعود إليه من بعد الغياب، ويأكلني بأطراف الليالي، ويحبسني بلا قفل وباب. فلا ذنبي يقول قد اكتفينا، ولا نفسي تمل من العتاب. مع أنه معي ملقط، بس ما بحب أشيل البريك بالملقط، أحب أشيله بالعصاية هاي الخشبة الحطبة اللي هو سميها اللي بدك إياه. شوف 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 هيك منظر لايك، اما بالملقط مش لايك. خليهن هيك يعني بينهن وبين الفحم تقريبا 2 سنتي. احط لي هاي ملح، فلفل احمر وكمون وشوية ثوم انسى عندي. المهم اللي انا حبيت يعني اوصله اليوم انه انا عندي ذنوب وعندي أخطاء ومقصر، بس مش شرط يعني أحكي لك إياه، مش شرط أقول لك أني أنا بصلي الفجر أو ما بصلي. أنا الحمد لله بصلي، بس شو بساوي يعني؟ ممكن أنا ما شاء الله الطيور هاي، يا ما شاء الله، أنا أورجيك إياها، شايفين هاي من حفك وجه طيور مهاجرة شكل، سبحان الله. المهم اللي أنا بدي أقوله يعني بناء على بعض التعليقات اللي بشوفها، طب انت بتصلي الفجر؟ بتصلي على اوقات كلها؟ الحمد لله بصلي، بس شو عندي شغلات بيني وبين ربي؟ بيني وبين ربي يعني اذا اني مثلا نصحت نصيحة لا يعني انه اني ملاك، اني كل ذنوب وكل اخطاء، وعندي كثير من الشعر، كثير من الشعر بعاتب نفسي وعلى أخطائي وعلى ذنوبي. وهاي اللي يعني الأبيات اللي ذكرتها عبارة عن يعني مقتطف بسيط من كمية الشعر الهائلة اللي بعترف فيها بذنبي وتقصيري. أنا مش شيخ ولا داعية، أنا إنسان مسلم عادي طبيعي زي غيري. أما إذا شفتني مثلا بسمع موسيقى ولا أغاني تقول لي إيه ما فكرناك شيخ، لا لا أنا بسمع أغاني بكيف، مش أغاني يعني عشان أكون أغاني شوية، بس بحب مثلا أغاني الدبكة والأعراس وردف وطعج، بحب أغاني الدبكة الشعبية الشامية الأردنية الفلسطينية اللبنانية العراقية
بحب الصعيد المصري، الموسيقى الصعيدية المصرية بحبها عادي، يعني عايش حياتي عادي زي زيك. إذا حثيتك على الصدق شغلة هاي قيمة كويسة، إذا قلت لك لا تخونش لا تسرقش قيمة كويسة. تقول لي يعني أنت طب ما عمرك كذبت؟ لا بجوز عمري كذبت، إن شاء الله أني ما أكون عمري كذبت لأني بحبش الكذب، بس يعني اللي هو يعني فهمانين علي، يعني أنا قصدي ما تقعدش لما بحط لك مثلا هذا الدجاج، شوف الدجاج كويس، تصير تقول لي طب أنت معك دورة طبخ؟ أخذت دورة شيف؟ ولا بتضحك علينا بس بتزبطهن؟ يعني ما فيش يا عم، الدجاج هذا هي لايق ومرتب ومتكتك. طلع طلع زميها، شوف شوف بعده لسه، شايف شلون؟ مش ضروري اكون شيف مثلا عمين شان اطبخ طبخه لايقه. مزبوط. انا هيك يعني هاي هي كل السلافه. بسم الله. الو، طلع حلون، طلع حلون محكم له المنظر. شوف المنظر، يا سلام، الحمد لله على نعمه وفضله، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.